ممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. باسم نادي لندن نرحب فيكم كلكم معنا اليوم، ونرحب أستاذ محمد بحران، وشاكرين ومقدرين على جهوده معنا ودعمه دائما للنادي. طبعا اليوم محاضرة من المحاضرات المهمة اللي كلنا كباحثين نحتاجها فترة الدراسة وما بعد الدراسة. فشكرا لك على وقتك، والمايك معك. الله يسعدك يا دكتورتنا، وأنا سعيد جدا بالتعاون معكم مجددا، وأعتذر عن المرة الأخيرة اللي ما قدرنا نقدم فيها المحاضرة. أتمنى يكون الصوت واضح للجميع. تعطونا بس يعني another one minute we can start، يعني one minute إذا أمكن، يعني بالنسبة للناس اللي حضروا على الوقت نستأذن منكم دقيقة بس، يعني عشان نبدأ بالضبط. خمس دقائق هذه just in case إنه الناس عندها مشاكل في الإنترنت. ممتاز ممتاز. طبعا المحاضرة كالعادة يا جماعة حتكون هايبريد، اللي هي ما بين أني أنا أتكلم ومشاركتكم على الشات، لأنه تعرفون يعني في العادة المحاضرات اللي زي كذا تكون فيس تو فيس، ولكن احنا تعودنا على الزوم يعني. لكن إن شاء الله أنه نادي لندن المرات القادمة يستأجر قاعة. طيب نقول بسم الله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الكل اللي حضر، تمام، وإن شاء الله يا رب تكون محاضرة ريفريشمنت rather than أنها تعطيكم شيء جديد. هي فقط نتكلم على موضوع يهم، أكون صادق معكم، يهم زي ما قالت الدكتورة ريم، يهم الكل سواء طلاب باحثين أو خريجين أو حتى عاملين سواء في المجال، في أي مجال، في أي مجال في الحياة. المحاضرة عبارة عن reading and appraising. أنا I could say reading and reporting. إذا جبنا كلمة appraising فمعناها إحنا we will report but at the same time our report will be critically، يعني في النهاية حنقرأ، ولما نقول نقرأ نقصد فيها نقرأ ورقة علمية، يعني ما نقرأ كتاب ولا شيء، نقرأ ورقة علمية، تمام، بحث منشور. فلما نقرأ أكيد راح أيضاً نشارك فيه، نكتبه. الكتابة حقنا ما حتكون فقط reporting، لا، هي حتكون reporting as well as appraising. كلمة appraising تشمل الكل، اللي هو النقد، ذكر الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية في البحث أو limitations. ونقول بسم الله. طيب إيش learning outcome المتوقع من المحاضرة؟ أول outcome أنه إحنا to get sense of reading a research paper critically. critically معناها بدقة وإتقان ومعرفة جوانب القوة والضعف في الورقة البحثية. وحنتعرف على حاجة اسمها quality assessment، يعني how we assess، نقيم الكواليتي، جودة المنهجية حق البحث. يعني كيف نسويها؟ كيف نقيم نقول الجودة حق البحث هذه عالية، متوسطة، ولا متدنية؟ بناء على ميجرمنت راح نتعرف عليه إن شاء الله. وآخر شيء حنتعرف يعني بريفلي كذا بطريقة مختصرة على how to report الكريتيك بطريقة علمية. ونقول بسم الله. طبعاً خلونا نبدأ بالسؤال هذا والإجابة تكون على الشات. كيف وضعنا مع الكريتيكال أبريزل؟ How confident are you with the critical appraisal؟ جاوبونا على الشات. اللي منكم أول مرة يسمع المصطلح، اللي منكم confident، happy to start، عنده بعض الإشكاليات ولا عندها بعض الإشكاليات، feel free أنه نتشارك. عددنا قليل فخلونا بس نعمل شات على يعني على الشات. طيب نتصالح معه، ممتاز. ها غيره؟ يلا يا جماعة خلونا كلنا نتشارك. But need the right tool. يا سلام، ممتاز 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 ممتاز. إذن إحنا بغض النظر either we are confident or من وين نبدأ وما احنا عارفين how to start، تمام، او نبغى نعمل refreshment
all welcome. وإن شاء الله خلال ساعة من الآن حنحاول قد ما نقدر أنه الثلاثة potential outcomes أن احنا نجي عليها إن شاء الله. طيب إيش تعريف الكريتيك؟ سواء قلنا يا جماعة كريتيك، كريتيسيزم، critical evaluation، هذه كلها بنفس بنفس المعنى. وزي ما في التعريف هنا it's a process، ركزوا لي على كلمة process يا جماعة. لما نقول process ما هي يعني hit and run، لا لا، هو process. إحنا عندنا خطوات معينة لازم نمشي عليها بالترتيب عشان ننتقد البيبر، يعني ما هي من أول نظرة على قولتهم، لا لا، هي process نمشي عليه. إذن it's a process of carefully and systematically، بطريقة systematic approach of assessing the outcome. لما نقول the outcome إحنا نروح، لما نقول critique إحنا نقصد فيها نشوف الريزلت وإحنا نقيم الريزلت. عشان نقيم الريزلت هذه حنتعرف اليوم كيف نقيم الريزلت. أوكي؟ to assessing the outcome of a scientific research evidence to judge its trustworthy value and relevance to in a particular context. خلوني أقول لكم حاجة يا جماعة، لما أنا أعمل بحث، وأنا عملت بحث ونشرت قبل كذا، أحد منكم الحضور كان معي وأنا أعمل البحث هذا؟ أمال كيف حتقيمون النتائج اللي أنا طلعتها؟ وحتقيمون والله النتائج اللي أنا طلعتها هل هي ترستي ولا لا؟ أحد منكم كان معي وأنا أسوي البحث؟ ما في أحد من الحضور كان معي. إذا لازم في طريقة متفق عليها أنه نقيم النتائج حق بحران، هل هي صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة هل نعتمدها؟ هذا هو الكريتيك بكل بساطة. أنا سويت، ما في أحد، يعني أنا ما نجالس معكم في المعامل ولا نجالس معكم لما جمعت الداتا، أنا اللي بيني وبينكم أقدر أقرأ المنهجية حقكم وأقيمكم على أساس المنهجية الميثودولوجي فقط. إذا قلنا كريتيك نقصد فيها الميثودولوجي. يا سلام يا سلام، ممتاز ممتاز يا أحمد، بالاعتماد على أدوات وطريقة البحث. That's it. إذن هذه الـ يعني الطريق اللي بيني بينكم، لا أنتوا جلستوا معي ولا أنا جلست معكم، كل اللي بيننا ورقة بحثية منشورة تمام، وطلعت بنتائج أزعم أنها صحيحة، فأنتم تقيمون نتائجي بناء على المنهجية اللي أنا مشيت عليها. قوة نتائجي مرتبطة بقوة المنهجية اللي أنا مشيت عليها. متفقين على شيء هذا في البداية؟ يا سلام، كلكم إلى الآن كلامي مفهوم، الكل ماشي بنفس ال. إذن أي ورقة بحثية معانا وإحنا مغمضين عيوننا نروح للنتيجة، خلاص؟ بغض النظر النتيجة سلبية ولا إيجابية، I don't care. دقة النتيجة سواء سلبية أو إيجابية تعتمد على قوة وضعف المنهجية اللي أنا مشيت عليها. هذا هو باختصار. طيب طبعا كلنا، أنا بوريكم الفيديو هذا يا جماعة، وأنا أسأل سؤال، هل كل ورقة بحثية منشورة في مجلة علمية قوية معناها we need to trust النتائج حقها؟ واقع في حاجة اسمها البير ريفيو، واقع البير ريفيو كالراجل الطيب هذا. هذا يمثل يا جماعة، الفيديو هذا ترى يمثل واقع البير ريفيو في الجورنال، ترى هم كذا بكل يعني باختصار. وأحياناً ترسل اللي يقرأ أصلاً مش في نفس الفيلد ويعطيك كومنتات، يعني ما أتوقع أنه حالياً بعضهم يشرون في أسبوعين في ثلاثة أسابيع. كلنا متفقين؟ إذن do we really need such a skill؟ هل نحتاج إحنا يا جماعة، بدون تعميم، إحنا ما نعمم ولكن نتكلم في المجمل يعني تمام؟ أوكي، لذلك هل نحتاج إحنا السكيل هذه ولا لا يا جماعة؟ نحتاجها طبعا. طيب ناصر الشهراني قال بدون تعميم تمام، وأنا أقول نعم، لكن إحنا في النهاية إيش بنسوي يا ناصر؟ إحنا في النهاية سيمبلي حرص ولا تخون، إحنا فقط حنعرف كيف نكون. هذا مثل عندنا في الدير يقول لك حرص ولا تخون، يعني بس نأخذ يعني من باب الحرص وليس من باب التخوين ولا من باب التعميم، ولكن نعرف كيف ننتقد. وصلى الله وبارك، لما نقول ننتقد نذكر الجوانب الإيجابية
أو القوة والضعف، يعني نمدح ونقول لا في ليميتيشن معين وهكذا. إلى الآن كلامي واضح ومفهوم؟ نروح للي بعده. إذن كلنا اتفقنا حاليا على أنه الكريتيك مهم جدا. نتكلم على أنه نبغى نتعرف كيف ننتقد المنهجية، تمام؟ mainly because أن احنا نبغى نعرف هل النتيجة هذه نأخذ فيها ولا لا. طيب إذا قلنا الكلام هذا، إذن simply to answer two questions. أي ورقة علمية قدامي أنا كناقد مثلا أو أنتم كناقدين، سؤالكم هو can we trust الريزلت؟ الريزلت اللي طلعها بحرام من البحث حقه can we trust it؟ إذا كانت الإجابة نعم، بسم الله ما شاء الله المنهجية اللي مشى عليها بحران كويسة، إذا السؤال اللي بعده can we apply، يعني هل نعتمد؟ خلاص حنا قلنا ما شاء الله نتائج المنهجية حقه كويسة، لكن هل نعتمدها؟ خلاص نقول نتائج صحيحة ونبغى نعتمدها. هذه السؤالين هي الكريتيك باختصار. هذه السؤالين يا جماعة هي الكريتيك باختصار. أبغى أفهم شيء واحد، هل السؤالين هذه واضحة مع الجميع؟ الناس اللي في البداية قالوا ما نعرف من وين نبدأ، تبدأ بسؤال نفسك السؤالين هذه يعني هل ممكن يعني أثق في النتيجة هذه؟ إذا كانت الإجابة نعم، طيب هل نطبق النتيجة دي ولا لا؟ إجابتك للسؤالين هذه الكريتيك باختصار. خلونا نأخذ أكبر إجابات ممكنة علشان نعرف هل نمشي للسلايد اللي بعده ولا لا، ولا نعيد عليه. يس ممتاز، عشان بس ما أحس نفسي أتكلم مع نفسي يعني. طيب ممتاز. طيب نسأل سؤال ثاني، أحد مواضح معاه إلى الآن؟ أحد عنده سؤال so far؟ طيب ممتاز، طيب ممتاز ممتاز ممتاز. إذا نروح للي بعده. شفتوا الكريتيك كيف سهل يا جماعة؟ طيب إذا عندنا سؤالين، can we trust the result؟ إذا كانت الإجابة yes can we apply the result؟ طيب عندنا طريقتين، الطريقتين هذه يعني أنا جايبها من عندي بس علشان تسهل المعنى. أنا واحدة سميتها التيك أواي، يعني الشغل سفري يعني، تمام؟ والطريقة الثانية اللي هي الهوم ميد. أتوقع كلكم عارفين التيك أواي وش نقصد فيها، اللي هي طريقة سريعة. الطريقة الثانية لا، بتمعن ونمشي على بروسيس معين. طبعا الطريقتين هذه بغض النظر عن نوع الريسيرش we can apply to any scientific paper. أسئلة معينة حنسأل فيها نفسنا بغض النظر عن نوع البحث، نوع الديزاين، حنسأل نفسنا الأسئلة هذه اللي يعني حنتعرف عليها، تمام؟ اليوم اللي جايبها للكوانتيتيتيف، يعني الأبحاث اللي الرقمية ولا النوعية اسمها، ماني عارف اسمها النوعية ولا الكمية، والله ماني عارف الكوانتيتيتيف اسمها ايش بالعربي. اوكي يا يا كمية يا نوعية، بس واحدة منها، تمام؟ الكمية، ممتاز. اذا الطريقة اللي حنتكلم عليها اليوم للكمية، تمام؟ ولكن المبدأ نفسه يطبق على اي بحث. السؤالين هذه تطبق على اي بحث، وحنتعرف على عندنا طريقتين، الطريقتين هذه تطبق برضو على أي بحث. طبعاً الطريقتين هذه للإجابة على السؤالين، أوكي؟ طيب نتعرف على أول طريقة اللي هي، وعندنا طبعاً هذه جبتها فقط أنا من باب التذكار، عندنا سؤالين طريقتين وثلاثة كلمات to remember. الكلمة الأولى really and so what. really معناها طيب، هذه بس عشان تتذكروها أنتوا، إذا شفتوا النتيجة حق الباحث، يعني أنا سويت بحث الحين ونشرته، حتقولون طيب وبعدين هذه النتيجة حقك، وبعدين نبغى نشوف الميثودولوجي حقك عشان نحكم على الـ يعني دقة ومدى اعتمادنا هل نطبق النتيجة حقك ولا لا. اوكي ناخذ التيك اواي. في عندي اشياء واسئلة ومعايير نبغى نشوفها قبل ما الباحث عمل البحث حقه في الكوانتيتيف، تمام؟
وفي عندنا أشياء لازم يكون تأخذ في الحسبان أثناء الـ يعني conducting الريسيرش حقه، وفي عندنا أشياء بعد ما خلص جمع الداتا حقه. تمام؟ إيه هي الأشياء اللي نبغى نشوفها قبل؟ تمام؟ نبغى نشوف يا جماعة حاجة اسمها sample size. مين منكم ما سمع كلمة sample size؟ اكتب لي على الشات، لأنه إحنا في عندنا variation في level of education. تمام؟ في ناس باتشلر وناس ماستر وناس دكتوراه، فنبغى نفهم. اكتبوا لي على الشات اللي مو فاهم معنى السامبل سايز، ما هو المقصود فيها؟ اكتبوا لنا على الشات بالله، اللي منكم اول مره سمع عن الكلمه دي اكتب لنا على الشات عشان نحاول بس نوصلها بطريقه سهله يعني قد ما نقدر. ما شاء الله كلكم فاهمينها، طيب ممتاز. السامبل سايز اقصد فيها عدد العينات اللي مطلوبة في البحث. أنا كناقد لما أشوف البحث الكوانتيتيف، ليش مهم لي السامبل سايز؟ ليش مهم جدا عندي أنه الباحث اللي سوى البحث هذا يقول لي على أي أساس هو جاب السامبل سايز هذه؟ على أي أساس؟ هل والله اعتمد على دراسات سابقة؟ هل والله عمل معادلة معينة وجاب العدد اللي مفروض أنه تروك روت في الاستادي حقه؟ ليش أنا مهمة عندي السامبل سايز؟ ليش مهمة؟ إيش أهميتها؟ إذا شفت السامبل سايز إيش يتبادر لذهني؟ كل ما زاد، ممتاز يا أحمد، كل ما زاد العدد زادت الثقة في النتيجة، ممتاز. لكن هل هو متروك لنا يعني مثلا 100 200 600 1000 2000، هل هي متروك للباحث؟ Power calculation، ممتاز. Represent، أوكي، ممتاز. ال representative تختلف عن ال، هناك طريقتين للحساب يعتمد على حسب نوع العينات، حسب مجتمع العينة، ممتاز. طيب صلوا على رسول الله، كل كلامكم سليم وكل كلامكم صحيح. أنا أحتاج السامبل سايز يا جماعة لأنه في عندي علشان أتجنب الأخطاء الإحصائية، أتجنب الأخطاء الإحصائية فقط. إذا شفت كلمة sample size، إذا وأنا مغمض عيني، تمام، لازم الباحث يقول لي والله إحنا we recruited 100 participant based على power calculation. أغمض عيني خلاص، ما دام إنه قال لي power calculation عمل الحسبة حقه خلاص. يقصد في sample size إنه مثلا إذا هو يبغى يجيب اختبار شيء معين، حقين الإحصاء قال له إذا تبغى تشوف هل في فرق وهل فيه عشان تطلع الإمباكت ولا الإفكت ولا التأثير، ترك تحتاج 100 واحد. بمعنى آخر إذا جاب أقل من 100 معناها النتيجة لو طلعت احتمال فيها مشكلة، لأنه هو يحتاج 100 علشان يظهر معاها الفرق إذا في فرق. هذا هو معنى السامبل سايز. أعيد، السامبل سايز أنا علشان أبغى أشوف مثلاً أقارن بين دوائين مثلاً، يجيني حق الإحصاء قال لك إذا تبغى تطلع إذا في فرق بين الدوائين هذه ترك تحتاج 150 مريض. إذا أنا جبت 100 مريض ما قدرت أجيب 150، جبت 100 مريض فقط وطلع في فرق، هل الفرق هذا أعتمد عليه ولا لا؟ جاوبوني على السؤال هذا. عبير قالت لا، أحمد قال لا. طيب عبير وأحمد اكتبوا لي ليش تقولوا لا؟ نعتمد عليه لكن بشكل أقل دقة. Again لا. يا سلام، ممتاز. قد يكون بالصدفة، إذا قلنا قد يكون بالصدفة، الصدفة هذه اسمها خطأ إحصائي. كلمة الصدفة هذه اسمها خطأ إحصائي. إذا لم يقرر الباحث كيف جاب العينة، أنا وش دراني أنه يحتاج 100؟ احتمال يحتاج 150، احتمال يحتاج 50، احتمال يحتاج 200. خطأ من النوع الأول. يا سلام يا سلام، ممتاز. شوفوا يا جماعة، في عندنا نوعين من أنواع الأخطاء الإحصائية، تايب 1 وتايب 2. متى نقدر نقول تايب 1 ومتى نقدر نقول تايب 2؟
ولا واحد منها من الأخطاء لما نعمل له ريبورت نقول يعني هذه أنه صار عنده خطأ، لا، دائما البحث يسموه جري، ما في عندنا بلاك أند وايت. أنسوا الكونفرميشن في الريسيرش، دائما الريسيرش تخدمه احتمال، احتمالية. ولو ترجمته حتى البي فاليو اسمه probability value، يعني ما في شيء اسمه confirmation، أنسوا كلمة confirmation في الريسيرش خلاص، يعني ما نقدم النتيجة حقنا بحكم أنها 100% صحيحة، دائما يعني might. أوكي، إذا طلع عندي فرق يعني دواء أفضل من دواء والعدد حقي ما أكتمل، يعني أحتاج أنا 200 واللي قدرت أجيبهم 100 وطلع في فرق بين الدوائين، احتمال الفرق هذا جاب الصدفة، الصدفة هذه نسميها type 1 error. إذا type 1 error تمام هو يرتبط بعدم كفاية السامبل سايز، وصار عندي أنه شيء أفضل من شيء، يعني في difference بينها، في فرق بينها. واضح معاكم يا جماعة type 1 error الآن؟ أعيد؟ ممتاز، كلير، ممتاز. إذن بكل بساطة تمام، إن شاء الله يكون الباحث هو أعلم واحد في الكرة الأرضية تمام. إذا ما بين لي على أي أساس recruited the sample size في quantitative research تمام، وأنا مغمض عيني أروح أشوف هل والله عمل power calculation ولا ما عمل، قال لي justification ليش جاب العدد هذا، إذا قال لي كان بها، ما قال لي وأنا مغمض عيني أروح أقول له بغض النظر عن نتيجتك احتمال أنها متأثرة، إذا طلع طبعا طلع difference significant difference نقول احتمال أنها متأثرة بالخطأ إحصائي type 1. طيب ما جاب العدد وطلع معاه في النهاية فيه يعني حصل ما في فرق بين الدوائين، الدواء هذا زي الدواء هذا وهو يحتاج 200 بس اللي قدر يجيبهم 100، في الحالة هذه إيش نقول له؟ نعتمد النتيجة حقه؟ الإجابة لا، لأنه ما اعتمدناها لما في difference، ما نعتمدها لما يكون ما في difference. إذا قلنا لا، الخطأ احتمال أن نصل له خطأ إحصائي اسمه type 2. واضح معكم يا جماعة الفرق بين type 1 و type 2؟ type 1 في difference، type 2 ما في difference. كلهم بالصدفة، ممكن احتمال أنه بالصدفة، وإحنا دائما نقول احتمال، احتمالية. أوكي؟ نوع الثاني type 2، الأول اسمه type 1 والثاني type 2. مثال على النوع الثاني. طيب يا محمد، النوع الثاني دوائين أبغى أشوف الفرق بينها تمام، أحتاج العدد حقين الإحصاء قالوا ترى تحتاج 200 بس ما قدرت أجيب 200، العدد اللي طلع معي 100 فقط، وفي النهاية طلع ما في فرق بين الدوائين، هل نعتمد النتيجة؟ الإجابة لا، لأنه ما اكتمل العدد. طيب إيش كيف ننتقد النتيجة؟ نقول احتمال أنه أصابها خطأ إحصائي من النوع الثاني اللي هو type 2. إذا type 2 يجي لأنه احتمال أنه في فرق بينها بس عشان العدد ما أكتمل ما طلع فرق. احتمال أنه عدم وجود الفارق بينهما بسبب العدد، لو كمل العدد احتمال أنه في فرق، فنقول type 2 error. واضح معاكم؟ طبعا أوعوا يا جماعة بالناس المبتدئين يقروا تعريفها في جوجل ولا في الكتب العلمية، بيجيكم يقول لك accepting null hypothesis while true hypothesis وحيدخلوكم في سكة ثانية. أفهموها بالطريقة اللي قلت لكم عليها، ولما انتجوا يعني بعد ما تتعمقوا شوية أفهموها ب accepting and rejecting true null hypothesis والfalse positive والnegative. واضح معاكم؟ واضح إلى الآن يا جماعة؟ كيف أنا كناقد أعرف أن هذا البحث يحتاج العدد؟ ممتاز، ممتاز. أنت كناقد إحنا إيش قلنا؟ قلنا أنت ما تعرف كم العدد اللي مفروض، مفروض الباحث كاتب البحث اللي نشره يبين لك، فأنت تشوفه هل ذكره ولا لا، إذا ذكره كان بها، إذا ما ذكره نقول أنا ما أدري. سؤال، هل يجري قياس لدراسة تجريب حتى في دراسة الوصف الوصفية؟ ممتاز، إذا تقصد كل دراسة كوانتيتيتيف يعني إجابة فيها برقم مفروض أنه يعمل، المفروض يعني، هل كل الناس تطبقه؟ أقول لك لا، مو كل الناس تطبق يا أحمد. أوكي، ولذلك دائما في ليميتيشن، كل بحث في ليميتيشن. واضح معكم يا جماعة؟
واضح إلى الآن؟ نكمل اللي بعده. إذا السامبل سايز مهمة جدا ولا ما هي مهمة؟ وأهميتها تكمن في تجنب الأخطاء الإحصائية، لأنه الأخطاء الإحصائية تعدم لي النتيجة، تعدم لي دقة النتيجة، الأكيرسي حقها، صحتها، وليس دقتها صحتها. واضح، ممتاز. طيب اللي قال من أول الريبريزنتيف أنها تكون ريبريزنتيف للهول بوبوليشن، هذه اسمها الإليجيبليتي كريتيريا، اللي هي الإنكلوجين والإكسكلوجين كريتيريا. أوكي، الناس اللي ذكروا تكون ريبريزنتيف للأكشوال بوبوليشن نقصد فيها الإليجيبليتي كريتيريا. لازم الباحث يقول لي من هم اللي إيش صفاتهم اللي عمل لهم انكلوجن في الاستدي حقه. ليش نسأل عن صفات؟ عشان نعرف على مين نطبق النتيجة. لنفرض أنه عمل بحث معين على بس الانكلوجن اللي عنده تمام فقط من اللي عمرهم 18 سنة ل 25 سنة، بغض النظر عن دقة ويعني الأكيرسي حق النتيجة حقه، هل أقدر أطبقها على الناس اللي عمرهم 50 سنة و 60 سنة؟ لا. ليش؟ لأنه هو الدراسة طلعت بس في اللي عمرهم 18 ل 25. واضح معانا الإليجيبيليتي كريتيريا؟ واضح، ممتاز. هل ذكر، إذا ذكر الباحث هل يذكر معها الإكسكلوجين؟ يعني إذا ذكر معها الإكسكلوجين خير وبركة، إذا ما ذكر معها أي شيء ما ذكره هو إكسكلوديد. معروف يعني هو ذكر لي أربع إنكلوجين، يعني إذا ذكر لي خير وبركة، ما ذكر لي معناها كل حاجة هي إكسكلوديد يعني. ممتاز. طيب إلى الآن الكريتيك سهل ولا صعب يا جماعة؟ ها، ممتاز. إذن هذا هو الكريتيك باختصار يا جماعة، سامبل سايز إليجيبيليتي كريتيريا. هذه قبل ما يروح الباحث مفروض في الإليجيبيليتي كريتيريا كذا، صح؟ نعم نعم، إليجيبيليتي كريتيريا. أدمني عارف أنت سؤالك على السبيلينج، السبيلينج عندي مضروب، إذا كان السبيلينج عندي غلط والله ما نعرف. إذا كان سؤالك على معناها المعايير اللي هو عمل طيب خلاص، ممتاز. أنا السبيلينج عندي مضروب يعني عشان سمعت المكان بس. طيب إيش الأشياء اللي الباحث برضو يذكرها أثناء ما هو يجمع في أثناء الميثود حقه؟ مفروض الباحث يذكر لي في الورقة البحثية إيش التول، الأدوات ولا الأداة. لا أحد ركز لي على سبيلينج، إذا سبيلينج غلط مشوها عاد. إيش الأداة اللي استخدمها علشان يجمع الداتا؟ إيش تهمني يا جماعة التول؟ ليش أبغى التول؟ ها؟ يلا جاوبوني يا جماعة، لماذا التول مهمة جدا؟ يلا الباحثين والباحثات عشان أعرف في أوكي. يا سلام، هذا هو بكل بساطة. أبغى أعرف هل التول، الأداة اللي استخدمها، هل هي valid، هل هي ذات صلاحية، هل هي reliable ولا لا؟ هل والله الأداة اللي استخدمها متعارف عليها؟ هل ذكر لي مدى دقتها؟ في بعضهم يستخدم سيرفي مثلاً، السيرفي اسمها instrument، اسمها tool. طيب هل أحد عمل عليها يعني شغل إحصاء علشان يتأكدون من صلاحيتها وأنها تجاوب نفس الأسئلة؟ يعني الإنسان عنده بحث معين، أنا أديكم بس الفرق ما بين ممتاز كوادز تولز، ممتاز. أتوقع الكل أحد مو فاهم إلى الآن يا جماعة، لأنه كل إجاباتكم عشات معناها فاهمين يعني بالمختصر المفيد. إذا كانت الداتا كوليكشن تول حقه اللي جمع فيها الداتا مضروبة، فالنتائج مضروبة، بس بكل بساطة يعني. والله كلكم فاهمين ما شاء الله عليكم. طيب بعدين نبغى نعرف مين جمع الداتا، لازم يذكر لي الباحث مين جمع الداتا بكل بساطة.
لاني ايش عرفني اللي يجمع الداتا هو عنده. يعني انا مثلا انا اشتغل في المستشفى اوكي، لو جاء قالوا لي روح العنايه المركزه وجمع لنا بيانات مرضى حضيع، ليش؟ لاني ما اشتغل في العنايه المركزه. هل ذكر الباحث انه جاب ناس من التخصصات الصحيه ودربهم؟ لازم يذكر الباحث مين جمع الداتا، لانه احتمال انه اللي جمع الداتا ما عنده enough training، مو شرط انه يكون مثلا مؤهل بدرجه معينه، لا، هل اخذ تريننج على الـ يعني جمع الداتا ولا لا؟ جمع الداتا في البحث هذا المحدد لازم يذكر لي التريننج حق الداتا كولكترز. اذا ما قال مين جمع الداتا، فمعناها الاكيرسي حق الداتا مضروبه. واضح معاكم يا جماعه؟ يا سلام، ممتاز 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 يا سلمان. كيف تعرف انها مضروبه طال عمرك؟ لازم يذكر لك الباحث ايش التول هذه، ما ذكر لك ولا شيء عنها، تمام؟ حنعرف في نهاية المحاضرة نجاوب على سؤالك هذا. لو ما جاوبتك على السؤال ذكرني فيه، خلاص، لأنه هذا حيجي معنا في السلايدات الجاية، بس أحيانا أسوي ديسكاونت أنا، فلو سويت ديسكاونت ذكرني. كيف أعرف كناقد مبتدئ؟ طيب ممتاز. طيب يا دكتور كيف أتأكد أن التول اللي اخترتها مناسبة؟ ممتاز. كيف تعرف أنت كباحث؟ طيب تسمحوا لي بس نص دقيقة بحط الشاحن حق الجهاز لأنه حيكفي، نص دقيقة بس. طيب عدنا والعود أحمد. طيب السؤال كان كيف أعرف أتأكد أن التول اللي اخترتها مناسبة؟ أول حاجة وأنت تسوي بحث تأكد تماماً، مو أنت يعني حيكون معك تيم وحتتفقون على الأداة، خلاص، يعني ما حد يسوي بحث عادة بنفسه، لازم يكون عنده تيم ويتناقشون، هذه أول حاجة. الحاجة الثانية أنك صدقني ما حتوصل لمرحلة الداتا كوليكشن تول إلا أنت فاهم في بحثك وفاهم إيش الأدوات المتاحة لك، فنوويز يعني هذه خطوة يعني ما حتوصلها إن شاء الله اللي أنت عارف إيش التولات المتوفرة في لحل المشكلة اللي عندك. يا سلام، ممتاز. طيب بعدين نشوف تحليل الداتا، خلاص، ولا أحد يسألني في الداتا أناليسيس، لكن تقريبا النادي السعودي عنده ناس متخصصين ما شاء الله في الداتا أناليسيس، لكن ممكن إحنا أنا مثلا كواحد بصورة عامة حنتكلم عليها إن شاء الله، وحنتكلم إحنا إيش نبغى منها بالضبط. بعدين بعد ما خلص هو جمع الداتا عمل لها تحليل، إيش النتيجة اللي طلع فيها؟ هل التيك أواي ميثود يا جماعة سهلة ولا صعبة؟ إذا جبت وجاوبت على العناصر هذه أنتوا سويتوا كريتيك. باختصار أي بيبر في الدنيا، تمام، إذا مشيتوا على الأشياء هذه، أتكلم على طبعاً الكوانتيتيف، لما اقول اي بيبر اقصد فيها كوانتيتيف. احنا ممكن في عندنا معايير ثانيه في الكواليتيتيف ستدي وي ويل لوك ات، بس بنفس الطريقه بري وديورينج وافتر. هل يا جماعه الى الان التيك اوي ميثود حقنا سهله ولا صعبه؟ هل في شيء مو مفهوم الى الان من الشيء اللي تكلمنا فيه؟ ها، منى، واضح. في فرق بين الميثودولوجي والميثود. السؤال هذا خليه أحمد نهاية المحاضرة حجاوب عليه. هاي يا جماعة الكلام اللي تكلمنا فيه إلى الآن هل كله مفهوم يا جماعة؟ عشان نتحرك على اللي بعده بس. طيب ممتاز. طيب صلوا على رسول الله. شايفين الأشياء اللي تكلمنا فيها الحين؟ يلا النادي السعودي أرسل لينك، تمام، بارتكل نبغى نطبق عليه الشيء اللي تعرفنا عليه يا جماعه. يلا قولوا بسم الله، نزلوا الارتكل، ما عدا التحليل، حنتكلم على التحليل يا سلمان، ولا تشيل هم يا حبيبي. التحليل تحليل الداتا، معناها ايش الاشياء حنجي عليها الحين بعد شويه في الارتكل، حنطبق عليه وحنفهم ان شاء الله. معناها ايش الطريقه الميثود اللي استخدمها لتحليل الداتا حقه. في اشياء معايير معينه حنتعرف عليها،
لازم الباحث يعني ياخذها بالحسبان خلاص. بس ممكن نفتح الارتكل واللي داخل من جواله ما في مشكله، انا اول شير الارتكل. هل كلكم يا جماعه عندكم الارتكل؟ يلا نبغى نطبق عليه يا جماعه، وحناخذ اول حاجه سامبل سايز. يلا قولوا بسم الله. اول سؤال، هل ذكر الباحث جاستيفيكيشن للسامبل سايز حقه؟ احنا على اساس ان احنا عارفين ايش الدراسه تمام، وايش النتيجه اللي طلع فيها، وخلاص دخلنا احنا عرفنا الدراسه الحين، ألمينا بالدراسه وعرفنا النتيجه اللي طلع فيها، بعدين نبغى نقيم بغض النظر عن النتيجه. احنا قلنا في الكريتيك نبغى الميثودولوجي بغض النظر عن النتيجه، عشان نقيم النتيجه حقه نبغى نعرف ايش الاشياء اللي استخدمها في الميثودولوجي. خلاص هل كلكم عندكم نفس الارتكل الان؟ نقول بسم الله. الناس اللي ما عندهم انا اول تراي تو دو تو اوبن ات فروم ماي سايد، بس انا حاخذ وقت لانه شغل التقني على قد يعني. هنا نقول ستوب شير ونروح نعمل شير من جديد. وين الارتكل ذا؟ ونقول بسم الله. طيب واضح معاكم يا جماعة الآن الارتكل؟ واضح مع الكل؟ هل الارتكل هذا واضح مع الكل؟ جاوبوني بس طالع معاكم ولا لا؟ طيب ممتاز. البحث هذا عبارة عن باحث عمل شيء اسمه randomized control trial تمام، بس الكلام مو واضح. ممتاز، حنكبر الشاشة والمفروض انه يكون واضح. كذا واضح يا جماعة؟ كذا واضح؟ طيب واضح معاكم الآن؟ جاوبوني بالله على الشات، الناس اللي قالوا مو واضح جاوبوني على الشات. واضح، ممتاز. هذا بحث تمام عمل يبغى يقارن اليوغا مع اكسرسايز مع شيء اسمه سيلف كير بوك تمام. ليش يبغون؟ ليش يبغون تاثيرها؟ ايش الافضل منها؟ انها تشيل الكرونيك لو بين، خلاص باك بين. كلنا اتوقع ما في احد منا يا جماعه في العشرينات الثلاثينات الاربعينات الخمسينات اللي عنده الم اسفل الظهر تمام. فهذه ثلاثه طرق من طرق التخفيف الام اسفل الظهر تمام، عباره عن واحد منها اليوغا، الاكسرسايز، والسيلف كير. أنا النتيجة حقه تمام هذه طلعها هنا، خلاص هو طلع النتيجة هنا وقال إيش؟ أروح أنا للكونكلوجن. ليش ما حتشوف الأرقام؟ ما بلخبطكم في الأرقام الآن لحاجة في نفسي يعقوب، خلاص؟ نروح هنا للكونكلوجن حقه، إيش خلاصة بحثه؟ قال اليوغا مور إيفيشنت ذان السيلف بوك فور امبروفينج الفانكشن أند ريديوسينج الكرونيك باك بين أند بنفيت ريزيستد فور أت ليست سيفرال مانث. يعني هو حصل اليوغا أو يسموها بعد ما نقرا الارتكل اللي اسمه الفيني يوغا، حصلها انها مره كويسه. هذه النتيجه اللي طلع فيها، خلاص؟ احنا بيننا وبينه معايير معينه. هل والله تراست الريزلت حقه هذه ولا لا؟ واذا كان وي تراست الريزلت هذه، هل والله نطبق الريزلت حقه ونعتمدها ولا لا؟ خلاص؟ يلا نقول بسم الله. ايش قلنا اول حاجه؟ خلاص انا ما اروح هنا ادور ولا شيء، اروح مباشره للميثود. ايش ابغى في الميثود؟ ابغى اروح اشوف هل والله جاب لي سيره السامبل سايز ولا لا. احنا حنتعلم على طرق سريعه علشان تفيدنا، حنروح مباشره نبحث هنا ونقول سامبل كذا ببساطه. اوه جابها هنا. هل جابها وين؟ انكلودنج ذا فولو اب بيريد هنا تريننج موديس السامبل سايز. جابها مره واحده. لا انا ابغى كلمه باور، ابغى اشوف هل والله جاب يعني حطها على الباور ولا. اقول هنا يا سلام يا سلام بالله اقروا لي الشيء هذا هنا، بالله اقروا لي الشيء هذا هنا يا جماعه. قال لك فور بير وايز كومبريجن ذير واز 80% باور تو ديتكت ا ديفرنس اوف
2.7 on the ماني عارف ايش scale between groups of 30 individuals. انا عارف الكلام ممكن معقد على البعض وما هو معقد على الثاني، حشرح لكم بكل بساطه. انا يهمني حاجتين، يهمني انه استخدم الباور كالكوليشن، هذا اول حاجه. الحاجه الثانيه بكر لي هنا 80%. ايش معنى 80% يا جماعه؟ لما يقول لي قوه بحثك 80%، ايش نفهمها اذا قال لي 80%؟ في بعضهم يقول لك 90%، طبعا مستحيل تحصلوا 100%، مستحيل تحصلوا 100%، عاده يا 95 90 80. اقل من 80 خلاص يعني ما هي معتبره، خلاص. يقصد فيها قوه الدراسه حقي بنسبه 80%، قوتها 80%، انه النتيجه اللي حتطلع معنا اذا اكتمل العدد هذا تمام، انه نسبه قوتها 80%. 80% زمان دخلت كليه الطب، كيف حسبها؟ اهو هذا التست اللي حسبه هنا، هذا هنا كيف حسبها؟ سوفت وير. حتقولون بحران طيب كيف نحسبها؟ اقول لكم فيه سوفت وير اسمه جي باور، تمام. الجي باور هذا هو اللي يستخدموه لحساب السامبل سايز، لكن لا تشغلون بالكم فيه كمبتدئين، لانه حقين الاحصاء هم اللي يحسبوها لكم عاده، عادة تكون معادلة. في ناس بالمعادلات، بس أنا ما أفهم في المعادلات والرياضيات. هو سوفت وير تدخل فيه البيانات حقك ويطلع لك كم تبغى. أفضل شيء أسأله إحصائي، إحصائي هو اللي يجيبها لكم. واضح معكم يا جماعة؟ واضح الآن؟ طيب إذا قال لي 90% معناها إيش؟ معناها 90% إذا اكتمل العدد أن النتيجة بتكون صحيحة، قوتها 90%. الريالابيليتي يا احمد اللي في الاس بي اس اس يقصد فيها الريالابيليتي حق السكيلز وليست حق السامبل سايز. السامبل سايز لها معادله معينه لحسبتها، خلاص، لها معادله ثانيه. يا سلام يا سلام. طيب اوكي، ممتاز ممتاز، عيني عليك بارده يا سلمان، من وين جبت السؤال ده؟ طيب شوفوا يا جماعه، في حاجه اسمها تمام، هو ايش قال؟ قال 80%، خلاص. To detect a difference is 2 point in the Rolland scale between the groups. طيب عادة احنا دائما نعطي 5% to detect الـ samples، to detect الايرور، خلاص. طبعا الناس اللي حيشوفوا المحاضرة هذه في اليوتيوب لو شرحي غلط اكتبوا بعدين في التعليقات انه غلط، لكن حاعطيكم فهم يعني، خلاص. 2.7 انه وزعها بين، هو عنده 3 جروبس، انا لاني ملخبط فيها ما حقدر اوصلها لك، بس هي يعني 2.7 2.7 2.7، خلاص. تواصل معي بعدين يا سلمان، لاني برضو ما ابغى اضيع، لانه هي فيها بي فاليو، فيها يعني، لانه حرام ما ابغى اضيعك بالاجابه على شيء انا احتاج اعمل ريفريشمنت عليه. يعني انت سالتني سؤال بكل امانه ماني مجيد فيه اني اقدر الخصه لك، يعني حشرح لك بالطريقه العلميه، ولو شرحت لك بالطريقه العلميه حنضيع وقت واحتمال ما تفهم، لانه فيها البي فاليو وفيها كم اوت كم عندك عشان تفهم ال 2.7. بس انا اللي يهمني حاجه واحده، نبغى نعرف هل السامبل سايز جاستيفايد ولا لا. انا بالنسبه لي جاستيفايد، وبين الباور حق الدراسه حقه، وهنا ذكر لي 30 individuals في كل جروب، لازم يكون 30 individuals. واضح معانا يا جماعة؟ تواصل معي بعدين يا سلمان على الخاص، وأبشر يا حبيبي. يا سلام، ليش يا دكتور justified؟ لأنه هو قال لي we made of three different group between the overall if this that the time be. ليش justified؟ علشان ما أروح أقول له أنت عندك خطأ إحصائي. واضح معاكم؟ طيب كيف أعرف أنهم كملوا يا جماعة؟ هو قال لي كل جروب فيه 30، خلاص؟ أنزل تحت، في عندي مفروض أنه في عندي رسمة، المفروض يعني يبين لي فيها، يبين لي فيها هل صار عنده دروب أوت ولا لا. أنا ماني شايف رسمة هنا يا جماعة، ما حط رسم الباحث. إذا أنا بتأكد هو كمل ولا ما كمل، خلاص؟
شايفين الرسمة هذه؟ ما حقر الرسمة كاملة، حقر آخر ثلاث مربعات. كم عددهم هنا؟ وكم عددهم هنا؟ وكم عددهم هنا؟ 30. هنا كم؟ 33، تمام؟ وهنا 36. هو يحتاج، السؤال يطرح، هو قال لي يحتاج 30 في كل جروب. اللي واضح معانا هنا يا جماعة، تمام؟ أنه زود العدد. ليش زود العدد؟ ها؟ ليش زود العدد يا جماعة؟ أحد ممكن يجاوبنا؟ يتوقع الدروب آوت. ممتاز. إيش معنى دروب آوت؟ احتمال بعض الناس ما يجون. فهو يسوى هنا، يعني مثلا قال لك مثلا نمبر، تمام، 35، اثنين راحوا، استيل أنا في السيف سايد. خلاص؟ واضح معاكم يا جماعة؟ دائما إذا كان الإحصائي قال لي تحتاج 100، أجيب أنا 110. دائما 10% just in case لو العدد أحد سحب منهم. إذا بالنسبة للسامبل سايز أنا شايفهم هنا كلهم كملوا. هل نقدر نقول على نتيجة فيها أخطاء إحصائية بغض النظر عن النتيجة سلبية ولا إيجابية؟ هل نقول في احتمالية أنها تأثرت بالأخطاء الإحصائية الآن؟ يلا. Shall we consider the statistical error either type 1 ولا type 2؟ يا سلام يا سلام. خلاص، إذا هذا أول تك نعمل عليه من السامبل سايز. حاليا لا، خلاص. ليش؟ لأنه هذا داني الحسبة حقه، وأنا بدون ما أقرأ أروح للرسم مباشرة تختصر لي. decline follow up zero، decline follow up zero، decline follow up zero. هنا اثنين بس، هو في العدد كم؟ في العدد 35، وأنا هو اللي يحتاج 30 أصلا. بالنسبة للسامبل سايز واضحة معاكم يا جماعة؟ نروح للي بعده. أحد عنده سؤال so far؟ طيب ممتاز 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 ممتاز. طيب احنا ايش قلنا في الشيء الثاني اللي نبغى نشوفه في الكويك ميثود هذه؟ نبغى نشوف الاليجيبيليتي كريتيريا، تمام؟ ايش المعايير اللي على اساسها عمل انكلود للبارتيسيبنت؟ ليش احتاج اعمل الاليجيبيليتي كريتيريا يا جماعه؟ ليش احتاج الاليجيبيليتي كريتيريا؟ علشان في حاجه اسمها generalizability، على مين اعمم النتيجه، واللي يسموها الاكاديميين external validity، معناها النتيجه على مين اعممها. فاروح وانا مغمض عيني بدون ما اقرا، اروح مباشره اعمل، اقول له ايش؟ inclusion، وادور على كلمه inclusion. ما هي موجوده. شوف موجوده ولا مين موجوده؟ السبيلنج، لا احد يشوف السبيلنج حقي دائما غلط. طيب افرض انه الحين قاعد ادور انا، ما يعني ابغى شيء سريع، شيء سريع اروح للبوبوليشن حقه، خلاص؟ فاروح ادور وين؟ وين احصلها تتوقعون؟ وين احصلها يا جماعه؟ البوبوليشن حقه هنا، خلاص؟ فاقرا هنا، ابغى اشوف هل والله ذكر لي هو جاب مين؟ طبعا الارتكل على اساس انه عندكم، فاحنا نبغى نتعاون بيننا، ابغى اشوف هل والله ذكر العينه ولا لا. انا بس هذا جست ان كيس انه الناس اللي ما عندهم لابتوبات يعني. فابغاكم انتم تقولوا لي النتيجه. هاي يا جماعه. يلا حدد ولا ما حدد؟ يلا هافلوك. قلنا ندور فيها هنا. ما حصلناها هنا ندور في مكان ثاني، ها؟ حدد. ممتاز يا رهف. وين يا رهف؟ يا سلام يا سلام. شايفين اللي عملت عليه هايلايت؟ هذه الانكلوجن والاكسكلوجن كريتيريا حقه. يا سلام يا سلام يا سلام. اذا بغض النظر، ليش انا تهمني الانكلوجن والاكسكلوجن كريتيريا يا جماعه؟
عشان أعرف على مين to apply the result حقه. إذن أي بحث الآن حتشوفه quantitative حروح للسامبل سايز عرف إيش أهميتها، حروح للإنكلوجين والإكسكلوجين كريتيريا. أوكي يلا، المفروض أنه واضح، يعني I'm assuming أنكم أنه واضح معكم. حروح الحين ليش؟ إيش قلنا؟ نبغى نعرف إيش التول اللي استخدمها ومين جمع الداتا. قولوا لي يا جماعة، هل ذكر ولا ما ذكر الحين؟ كيف جمع الداتا يا جماعة؟ كيف جمع الداتا؟ أذكروا لي، هل والله قال لكم كيف جمع الداتا ولا ما قال لكم؟ وقال لكم مين جمع الداتا ولا لا؟ ها؟ أيوة ممتاز ممتاز يا منى. طيب قال لكم مين جمع؟ إذا وأنا مغمض عيني أي بحث الحين حيجيني بغض النظر مين عمل البحث، حروح للأشياء اللي تكلمنا عليها الآن. أحد عنده سؤال عليها يا جماعة؟ أنا بس عشان الوقت شفته يعني مشى، فما نبغى نضيعكم يعني. أوكي ممتاز، هذا طريقة توزيعه. ليش؟ لأنه الديزاين حق الدراسة راندومايز. أوكي واضح معاكم؟ إحنا اليوم اللي سويناه جورنال كلاب في محاضرة في كريتيك في كله. أوكي طيب ممتاز. إذن الباحث ذكر لي كيف جمع الداتا وكيف وزع البارتيسيبنت، وبرضه في نفس الحكاية قال لي مين جمعهم يعني بلايند. يا سلام ممتاز، كل كلامكم سليم. طيب نروح للاناليسيس، نروح للاناليسيس اللي ايش قلنا فيه؟ قلنا فيه اشياء معينه نبغى نشوفها. اوكي طيب وانا مغمض عيني ما اشوف الارقام، اروح ابغى اشوف السكشن حق لازم يوضح لي الباحث تمام كيف حلل الداتا. قولوا لي يا جماعه، اتركوني انا هنا على ابغاكم انتم تروحوا تشوفوا هل قال لكم كيف حلل الداتا، ايش التستات اللي استخدمها لتحليل، ايش الاستاتستيكال تيست اللي استخدمها، وروحوا شوفوا الريزلت حقه. او قبل الريزلت المفروض يذكرها في الميثودولوجي. الاناليسيس استخدم الكاي سكوير، ممتاز ممتاز ممتاز. اذا الباحث ذكر لكم ايش التستات اللي استخدمها، المفروض انه كل باحث يذكرها يا جماعه. خلاص هل هي مناسبه ولا لا؟ انا اشوف هو استخدمها لايش واقرا عنها. انا لازم اقرا عنها، هل اشوفها هي مناسبه للغرض اللي استخدمها فيه ولا لا. هذا هو الكريتيك باختصار يا جماعه، هذا هو باختصار. واضح معاكم الاشياء؟ واضح معاكم؟ هل احد عنده سؤال الى الان؟ طيب ممتاز، يا الله كثر الخير. يلا طيب ممتاز. طيب نرجع للسلايد حقنا تمام ونكمل. طيب كلكم حتستخدموا التيك اوي، هذه الاشياء اللي احنا نركز عليها تمام. طيب لو بنعمل ريبورت، خلاص اذا بنعمل ريبورت يا جماعه تاكدوا تماما انه القارئ ما هو معاكم، ما يعرف الارتكل، فلازم احنا نلخص له الارتكل ونلخص له النتيجه. يعني بالعربي كانوا نسوي ابستراكت عن الارتكل، وبعدين نقول ايش الاشياء نقاط الضعف. خلاص ونقاط الضعف في الارتكل نطلعها بحاجتين. الحاجه الاولى نكتب ليميتيشنز. ابغاكم انتم الحين تبحثوا لي على الليميتيشن في الارتكل، جابها ولا ما جابها، نستخدم الليميتيشن حقه في الريبورت. ليش اتعب نفسي واقرا انا؟ لا هو اذا ذكر لي الليميتيشن خلاص اروح للليميتيشن حقه واشوف ايش الكونسيكونسز حقها، ايش ممكن تضعف فيه واستخدمها، خلونا بين قوسين نقول ضده. اوكي طيب يلا نرجع للارتكل ونكتب كلمه ليميتيشنز. خلاص نعم ذكرها الباحث، ممتاز. يا من ضمنها ايش؟ يلا يا احمد اديني ليميتيشن واحده. هل تذكر في نعم ضروري جدا ضروري جدا. ايه هي لما نقول اداه التحليل ضروري يعطينا ايش الاداه اللي استخدمها في التحليل، لازم تذكر لي. طيب
بالنسبة للارتكل هذا يا جماعة، بالنسبة للارتكل هذا يا جماعة اللي شايفينه قدامنا، تمام؟ هم قالوا أنا أديت ملخص، إحنا لازم نعطي ملخص عن الارتكل، لأنه القاري اللي إحنا بنكتب له الكريتيك هذا هو مو عارف الارتكل، فلازم نلخص له ونقول فلان الثاني يعني aimed to determine whether yoga، قلت إيش الهدف حق البحث حقه، تمام؟ بعدين هم reported، هم كتبوا أنه اليوغا more efficient، يعني كاني عطيت الكونكلوجن حقه، وذكرت البي فاليو حقهم طبعا كقيمه انا اشوف انها مره سيجنيفيكانت حقه، لكن هل نعتمدها؟ الانجليز عندهم حاجه حلوه يقول لك there is always however، always there is however، الابحاث تنبني على however، النتائج حقك لازم تنبني على however، تاكد تماما البحث حقك ينبني على ضعف الاخرين، خذوها قاعده. إذا أنا بسوي بحث لازم أطلع ويكنس في الأبحاث السابقة إذا حكمل في نفس الموضوع. لذلك there is always however. However it is weakened by the possibility حق selection bias. أتوقع أنه الأرتكل هذا كان عندهم مشكلة في التحيز حقهم. ليش أنا قلت الكلام هذا؟ قلت possibility احتمالية. ليش ذكرت أنا؟ لأنه الallocation حقهم ما كان concealed. إيش معنى concealed؟ يعني ما كان مغطى. يعني المعالج هو عارف هذا رايح وين وهذا رايح وين، احتمال انه هو حطهم مع كل واحد مع الجروب اللي يناسبه، خلاص. وانا جبت لي ريفرنس على كلامي هذا، بعدين قلت ان اديشن الاكسترنال فاليديتي حقهم از ليميتد. ليش ليميتد؟ لانه الدراسه هذه حطها على اثنيسيتي معين في مكان معين، الدراسه هذه في امريكا وعملهم فقط على الوايت اثنيسيتي تقريبا وعلى الناس اللي كلاس معين، فمستحيل اخذها واطبقها في جامايكا. واضح معاكم يا جماعة؟ واضح معاكم؟ إلى الآن الكلام واضح؟ هذا باختصار الكريتيك. إذا كتبت الباراجراف هذا، هذا اسمه critical appraisal paragraph. واضح معاكم يا جماعة ولا ملخبطين؟ هذا هو الكريتيك باختصار. أكتب لغرض البحث مطلوب مني الليتريتشر ريفيو اني اعلق على تعليقات لا ضروري جدا. الكريتيك هو سكيلز مهمه جدا لكتابه البروبوزل، لكتابه الريزلت شابتر، لكتابه السيستماتيك ريفيو، ضروري جدا. ما في بروبوزل مقترح يقدم، تذكرون كلمتي لما قلت ما حتعمل بحث الا يكون مبني على ضعف الاخرين، على نقاط الضعف حق اللي قبلك، وضروري جدا تذكر مين قبلك. أدبياً لازم تذكر مين اللي ساهم في الأريا حقك، المنطقة حقك، الحارة حقك اللي بتسوي فيها البحث، لازم تقول لي مين ساهم فيها. تجيب لي مساهماتهم، هذه اسمها reporting. تجيب لي نقاط ضعفهم وقوتهم، اسمها appraising. فالproposal هو المثال على أنه إحنا we report as well as we criticize. واضح يا هند؟ واضح الكلام؟ طيب ممتاز ممتاز. طيب any question so far؟ أنا في أسئلة قلت أخروها للبعدين هذه عشان نتناقش فيها، بس الشيء اللي قلنا الريبورتنج اللي قلنا، هل في شيء الآن هل أنتم فاهمين بنسبة 70%؟ لو الكلام اللي قلتم فاهم بنسبة 70%، you don't need me anymore، لأنه أول ما تشوفوا إعادة ولا تشوف فيديوهات ثانية ولا تقرأ شوية خلاص، يعني لأنه هو أسهل من يمكن شكلكم كنتوا فاهمين لحد ما جيت أنا ولخبطت عليكم، لكن ما معكم الله خير. طيب ممتاز ممتاز ممتاز. طيب نروح للطريقة الثانية اللي هي يا جماعة الهوميد. شوفوا يا جماعة الهوميد متى تستخدم؟ تستخدم يعني ما لها غرض معين، لكن إذا الأسايمنت اللي حتكتبوه هو عبارة عن critical appraisal assignment فتحتاجوها، خلاص؟ إيش معنى homemade؟ معناها أخذ كل section في الأرتيكل، يعني أعمل failing evidence apart. بس على فكرة ما حسويها من راسي يا جماعة، أبداً ما حسويها من راسي، لأنه في guideline حنمشي عليه بكل بساطة، تمام؟ أنا أبغى أعرف يعني حندخل على رابط هنا، تمام؟ واضح معاكم الرابط الحين ماني عارف طلع معاكم ولا لا؟ إذا ما طلع قولوا لي علشان
أنا سويت لكم لا ما طلع. طيب دقيقة بس عد أعذروا غباء إلكتروني دقيقة بس ونعمل شير من جديد. طيب شايفين هذا الموقع يا جماعة؟ شايفين هذا الموقع؟ هذا أفضل موقع أنت ممكن يختصر عليك حياتك كاملة. أي بحث كوانتيتيتيف تمام؟ أي بحث كوانتيتيتيف يا جماعة هذا اختصر لك كل، أنت بس طلع إيش البحث اللي عندك، إيش البحث حقك، الورقة اللي تقراها، إيش نوع الديزاين حقها، وهذه التشيك ليست اللي حنمشي عليها يا جماعة بكل بساطة. إيش معنى التشيك ليست؟ الأرتيكل لما أنتقده أنا كيف أنتقد يا جماعة؟ إيش الفرق بين النقد والفلسفة؟ إذا هذا قال فلان يتفلسف علينا أخسركم منه، خاص بالعلوم الصحية. شوف يا ليلى هذا نعم، لكن الأبحاث ما هي أبحاث صحية، واحد عمل راندومايز في تخصص غير صحي ينطبق عليه هذا برضو في العلم. يا سلام، ممتاز 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 ممتاز، كلامكم سليم. إذا تكلمت في شيء ما أفهم فيه أنا قاعد أتفلسف على خلق الله، خلاص. طيب كيف أعرف أني أنا ماشي؟ إذا لازم أعرف إيش الستاندرد خلاص حق الشيء هذا، مثلا الانترودكشن لازم أعرف أنا كيف الانترودكشن تكتب عشان أقيم الارتكل اللي أقرأ فيه، هل والله عمل الانترودكشن كما يجب ولا لا. طيب لو عندي راندومايز قال لك يا حبيبي الريبورتنج جايد لاين حقها كونسورت، إذا عندي اوبزرفيشنال ستاديز قال لك ستروب، إذا عندي سيستماتيك ريفيو بريزما، إذا عندي ستدي بروتوكول قال لك سبيريت، إذا عندي دايجنوستيك وبروجنوستيك ستاديز حقين اللاب قال لك ستراند، إذا عندي كيس ريبورت قال لك كير، إذا عندي كواليتيتيف قال لك اس ار كيو ار. واضح معكم يا جماعه؟ هذه المعايير اللي احنا نستخدمها علشان نقيم اجينست. يعني انا في هنا في الكونسورت مثلا، ندخل على الكونسورت كمثال، ناخذه كمثال هذا الكونسورت هنا تمام، اروح انا اروح اقول له عطني يا حبيبي الكونسورت تشيك ليست، خلاص نزلت عندي هنا تمام، واضغط عليها ونقول له اوبن، حنشوف جت معكم ولا جاء معكم الشير ولا نعمل شير اجين. ستوب شير، نعمل شير جديد. طيب واضح معكم الان؟ واضح معكم؟ طيب عندكم الارتكل اللي تكلمنا عليه. الان يا جماعه اقول لكم حاجه واحده، روحوا لي على الانترودكشن سكشن، هل المعايير حقته موجوده ولا لا؟ قال لازم الباحث يعطيني ساينتفك باك جراوند واكسبلينيشن في الراشونال، الراشونال معناها الغرض من البحث، وبعدين قال لازم يكتب لي ايش السبيسيفيك اوبجكتيفز وهايبوثيسز. هذه الكونسورت حقت الراندومايز خلاص. بعدين اروح للميثود، الميثود قال لي خلاص روح لي هل والله اعطاني ديسكريبشن للترايل ديزاين، هل اعطاني الامبورتنس حق التشينج في الميثود، هل اعطاني الاليجيبيليتي كريتيريا. اذا هي معايير، وعندي هنا الريبورتد اون بيج نمبر، اقول والله ذكر ولا ما ذكر، صح وغلط. واضح معكم يا جماعه؟ هذه هي باختصار، هذا هو الكريتيك. اذا ذكر اقول آه والله امدح، اقول والله سوى كلير. اذا ما ذكر طيب ايش الاثار المترتبه على عدم ذكر الاشياء هذه؟ زي ما قلنا السامبل سايز اهو هنا موجود، مثلا عندي السامبل سايز، شايفين السامبل سايز؟ هذه اسئله السامبل سايز. واضحه معاكم يا جماعه؟ How was samples was determined اللي هي using the power calculation زي هو ما ذكر لي. طيب لنفرض انه ما ذكر، اقول والله انها يعني الاثار المترتبه على عدم ذكر السامبل سايز هو ايش؟ ها اكتبوا لي عشات يا جماعه، المره دي ما حنتسامح، لازم تكتبوا لنا عشات انه ايش. يلا شكلكم نمتم ولا طفشتكم؟ ها اكتبوا لنا يا جماعه السامبل سايز ليش مفروض اكتبها؟ يا سلام ممتاز. ايدر نقول ستاتستيكال ايرور، ايدر تايب 1 ولا تايب 2. انا بالنسبه لي ام سو هابي انك وصلت المرحله دي وحنا اونلاين يعني، بس بسم الله ما شاء الله يو ار فيري سمارت. خلاص طيب واضح معاكم الحين استخدام التشيك ليست؟ كل ديزاين له تشيك ليست على فكره، كل ديزاين موجود له تشيك ليست، كل نوع من انواع البحث له تشيك ليست معينه عن طريق الموقع ذا. واذا ما حصلناها نكتب الديزاين، نكتب في جوجل العادي نقول what is the checklist for a design الفلاني، صلى الله بارك، هذا هو تحصلوها موجوده. هذا هو الكريتيك باختصار يا جماعه. نقول ستوب شير ونرجع لي، نرجع لي المحاضره حقنا اللي انا ما نعرف وين موجوده.
إذن it depends. إحنا قلنا is there any specific guideline to follow؟ نعم زي ما شفنا الويب سايت هذا، هذا الويب سايت تمام في كل شيء. إحنا اليوم اللي استخدمنا الكونسورت تمام. إيش الهدف من التشيك ليست يا جماعة؟ تبين لي تمام. نعم ممكن نشارك هذا، ممكن النادي السعودي يرسلوه إذا ما فيه نهاية المحاضرة يرسلونا إن شاء الله. بس والله يعني أعذروني أنا بالنسبة لي التحرك عندي عزوم، يلا بالعافية إحنا نسوي المحاضرة، بس نهاية المحاضرة ذكروني أرسل لكم مرة ثانية. لو طلعت الحين من الشير ما حرجع فيه بسرعة. طيب إيش المين فاكشن؟ أنه يعلمني إيش الستاندر، إيش المعايير، إيش الشيء اللي لازم يكون موجود. خلاص إذا كان موجود أو مو موجود إحنا نقيم. وهو يقول لك it helps to determine requirements. Let us do it. حين we have done it partially وعرفنا إيش الموضوع منه. طيب هذا الارتكل، طبعا هذا رابط كل الارتكل. إذن الهوم ميد يا جماعة إحنا حنمشي على كل ارتكل. قلنا إيه؟ يا سلام ممتاز يا ناصر. إحنا قلنا كل ارتكل عندنا falling apart يعني نقطعه تمام، ناخذه جزء جزء. نبدأ بالإنترودكشن ونشوف إيش المعايير في الإنترودكشن ونعمل الكريتيك حقنا. أنا يعني سويته كذا عشان بس ناخذ مثال عليه بطريقة سريعة. بالنسبة للإنترودكشن بالنسبة لي أنا، طبعا شوف يا جماعة الكريتيك هو سبجكتيف. أنا بس بالنسبة لي أنا كبحران شفت أنه الباحث عمل sufficient information was provided by فلان to introduce their research up to date literature was documented with a clear rationale. طيب سؤال، تلاحظون الحين طريقة الكتابة، أنا ما قلت أنه فلان سوى وفلان ما سوى، أنا قلت رأيي، رأيي هذا مفروض أنه مبني على evidence. أنا قرأت وشفت أنه sufficient، ما حد يقول لي لا ما هو sufficient، هذا وجهة نظري أنه sufficient. ليش sufficient؟ ليش؟ لأنه في up to date literature يعني ذكر لي الدراسات السابقة وعطاني clear rationale. بالنسبة لي هذه هي sufficient. واضح معاكم؟ بالنسبة للميثودولوجي تمام، وبعدين يا أحمد حنعرف الفرق بين الميثودولوجي والميثود. مباشرة أبدأ بنقاط ضعفهم تمام، نقول الconcealment of participant allocation was not maintained يعني ما قدروا يسووه، therefore a risk of selection bias is existed. نروح للresult. بالنسبة لي أنا طبعا بالنسبة لي أنا احتمال رأيكم يختلف تماما. قلنا this result cannot be applied to wider population تمام، مو أي واحد يعني أنا عندي low back pain بس هل أنا من الوايت ريس؟ أنا أبيض يعني ماني أبيض تمام؟ ولاني أوروبي أوكي؟ ونتيجتهم ذي وهم على الناس اللي كلاس معين. كلاس معين معناها يعني الناس اللي كانوا متقاعدين أو يعني سوشيال كلاس معين، أنا ماني إنكلودين معهم. فدير ريزلت ونتبقي أبلايد أون مي حتى لو كان كل شيء نطابق فيه إلا أم نت وايت. فأوف كورس أو نت يعني بي يعني من الانترستد للريزلت حقه، يعني لو سويت اليوغا ما حيخف ألم الظهر. طيب بالنسبه للدسكشن حقهم تمام، دائما يقول لك في الدسكشن اذكر انت كباحث نقاط القوه والضعف حقك. فانا بصراحه الباحث كان ذكر كذا، قلت provided a balanced discussion of their result تمام supported by literature and limitation was clearly stated. طيب بالنسبه للconclusion حقهم كانت concise المفروض يعني تمام، concise conclusion was documented ended by recommendation okay for further research. طيب يا جماعه now what؟ السؤال يطرح نفسه، تذكرون السؤال اللي سالناه في البدايه؟ نساله الحين بعد ما عملنا failing apart وقرينا الارتكلز و الى ما النهايه. can we consider this evidence recommendation in relate to albini yoga intervention؟ يلا جاوبوني الحين، الله يستر ما يكون نمت بس. يلا يا جماعة لو أحد منكم قرب بغض النظر عن تخصصه، كلنا عندنا آلام أسفل الظهر وكلنا عرفنا حين الكريتيك والهدف من الكريتيك نحكم هل نطبق النتيجة حق ولا لا. Shall we consider it? No? Okay. Might? Okay. Okay. Maybe. ما شاء الله أخذتوا درس البحث مباشرة ما في confirmation. هي could be considered limited، اسمها limited generalizability يعني restricted generalizability ل population معين. yes we could محددة نعم. can we change our current exercise practice لليوغا؟ yes ولا no؟ very limited population yes we can. طيب
في حاجة عندنا اسمها في الكريتيكال كواليتي اسيسمنت. ايش معنى كواليتي اسيسمنت يا جماعة؟ تمام، اول حاجة الكواليتي اسيسمنت معناها نقيم الميثودولوجي كاملة. عندنا اشياء محددة، اسئلة محددة، نجاوب عليها بناء على الاجابات بيس ونو، نحدد قوة وضعف الميثودولوجي، الكواليتي، جودة الميثودولوجي حقهم. خلاص، في عندنا اكثر من تولز، اكثر من أداة، بس انا علشان يعني سرعة المحاضرة استخدمنا تول اللي هي ارسلتها لكم، تمام، المفروض يعني ارسلت لكم، ففضلا وليس امرا افتحوها يعني. تمام، انا بالنسبه لي هي فيها سفرا، انا حاخذ الجاده، تمام، حنستخدمه. وريمبر انه هذا دن باي مور ذان ريسيرشر اند بيست ان كونسنسس، يعتمد على الاعتماد الكلي. خلاص، طيب حاعمل لكم شير الحين وحنجاوب الاسئله. خلوا الارتكل عندكم وحنجاوب الاسئله. تمام، طيب بس ايش عد، أعطونا بس دقائق شوية. وين الزوم؟ ضيعنا الزوم. طيب، طبعا باي ذا وي هذا لا يغركم انه أسئلة قصيرة، هذا من أكسفورد، اوكي، هذا الجداد سكيل فور ريبورتينج الراندمايز كلينيكال ترايل، تمام، هذا معترف وفاليديت وكل شيء. هو عبارة عن أسئلة، تمام، جاوبوا على الأسئلة هذه. الأرتيكل الآن أمامكم يا جماعة، تمام، أنا أبغى هذا هو قدامكم كذا، أبغاكم تعملون السكور. حنعطيكم 2 minutes وحنشوف كم درجة تعطون من 5. هو عنده الراندوميزيشن عليها درجتين، البلايندينج عليها درجتين، والآن أكاونت أوف بيشنت عليها درجة. كم تعطون الراجل الطيب هذا؟ وهذا بين لكم متى تعطون 1 ومتى تعطون 0. يلا قولوا بسم الله، واعطاكم الاكزامبل. يلا انتظركم الحين، انتوا اللي تعملون تقييم بناء على السكيل هذا. كم تعطون من 5؟ 1 من 5، 2 من 5، 3 من 5، 4 من 5. ميزه انه كل سكيل يا جماعه في له طريقه استخدام، له مانوال كيف نستخدم. 4 من 5 ممتاز، ممتاز يا احمد، غيره. البيع بالجملة اليوم يا جماعة. 2، الله لا يجعل صحيح لي يا سلمان يوم العيد. غيره ممكن 3، أوكي، ممتاز يا منى، ممتاز. إحنا هذه طريقة تقييم، تمام، في عندي طرق كثيرة للتقييم، أنا اخترت السكيل هذا للتقييم. التقييم هذا إحنا نعطي درجات، نصحح لي الأرتكل على الميثودولوجي حقه. من فين اجيب التصحيح والدرجات؟ نمشي على السكيل المحدد. اليوم السكيل اللي حستخدمه يا منى اسمه الجداد. هنا الايتمز اللي حشيك عليها، قال لي روح شيك على كلمه اسمها راندمايزيشن، فاشوف هل الباحث ذكر الراندمايزيشن ولا لا. اذا ذكر الراندمايزيشن اهو قال لك بوينت 1 اف راندمايزيشن از منشند، لو ذكرها فقط اعطيه درجه. في اديشنال بوينت اعطيه درجه ثانيه اف the method of randomization is appropriate. إيش معنى appropriate؟ هذا هو شرح هنا. خلاص؟ فقول إيش؟ يلا إذا توفرت النقطتين هذه أعطيه درجتين، إذا ما توفرت أعطيه درجة أو أعطيه صفر، صفر من 2. مجموعة إذا أعطيته 2 و2 و5 طلع 5 من 5. هذه سكيل لتقييم الميثودولوجي، المنهجيه حق البحث ككل يعني. واحده من اشياء الكريتيك، من عناصر الكريتيك، ان نحن نقيم الميثودولوجي ككل يعني. واضح يا منى؟ واذا ما وضح نهايه المحاضره برضو ام مور ذان هابي اني اشرح لك عادي، ما في مشكله، بسيط يعني. ها يا جماعه، طيب ممتاز ممتاز ممتاز، طيب ممتاز ممتاز. طيب احنا عندنا 2-2-1، اوكي، نرجع يعني اخذنا وقت كفايه للتقييم، حنروح نشوف نعطيه كم. وعلى فكره هي فيل فري انكم تو ديس اجري يعني. طيب احنا هنا قيمنا، تمام، بغض النظر في شيء اسمه الروبنس والروبنس 2 والجريد، وات ايفر التول اللي حتستخدموها، اتفق معه
المشرف حقك واستخدم أي شيء، أو مع التيم حقك كباحث يعني. طيب أنا هذا شرح لي جدات، تمام؟ إذا قلنا يس 1 point و نو 0 خلاص، ومن 0 ل 5 أنا بالنسبة لي، تمام؟ بالنسبة لي أنا سكور من 1 or less سوري 2 or less consider low quality، 3 or more consist of high quality. بالنسبة لي الارتكل هذا أعطيه 3، وأتوقع في ناس منكم طلعت 3 خلاص. وقلنا البيع بالجملة يعني، عد مو مرة تركزون في حاجة عنده level of evidence، تمام؟ ويعني هذا level of evidence، تمام؟ في الجريد مثلا اللي بينكم بيستخدم الجريد، في عنده level of grades يبدأ من نجمتين ثلاث حاجة زي كذا يعني، ولا بلس ماينس حاجة زي كذا. كل تول معينة لها طريقة معينة في الاستخدام، لها مانوال يعني. ما هو على فكرة ما هو بكيفنا يا جماعة، إحنا في مانوال طريقة استخدام، فنورز هذه يعني الهرم حق الإيفيدنس من ناحية قوتها. وهذه هنا الديسكريبشن ليفل 1 إيش نقصد فيه، ليفل 2 إيش نقصد فيه، بعدين أطلعوا عليها يعني، تمام. In conclusion الكريتيك is not a personal opinion خلاص، وهي tool to generate a trustworthy knowledge. There is no black and white in research and there are always limitations. There is no right or wrong in research and there are always a debate. وبين a critical means being safer. كل ما كنا دقيقين يا جماعة كل ما زاد السيفتي. هل كلامي إلى الآن يا جماعة واضح؟ في الكريتيك دائما أسأل really and so what. وحرص ولا تخون، تمام؟ وفي النهاية أتمنى أنكم كلكم الحين reflected بالوجه الطيب هذا، وما حد منكم كذا. طبعا هذه الأمنية والأمنية غير الواقع. So I hope أنه everything is fine was expected، تمام؟ ولو في أي سؤال I'm more than happy. هذه تواصل معي، حتى اللي ما جاوبت على هذا حابي تواصل معي، هذه أدوات التواصل. I'm more than happy أجاوبكم الشيء اللي أعرفه، حجاوبكم عليه الشيء اللي ما أعرفه أقول لكم ما أعرفه، تمام؟ وأي وقت I'm more than happy. طبعاً هذه قناة، والنادي السعودي برضو عنده قناة فيها عدة محاضرات، سلسلة محاضرات. قناة النادي هنا، تمام؟ برضو حينزلوا محاضرة عليها. هذه القناة يعني سويتها أنا وزميلي الدكتور علي، أو هو سواها وأنا معه، تمام؟ نزل فيها محاضرات يعني تعتبر هي البيسك اللي حيدرس ماجستير أو السنة الأولى في الدكتوراه ولا حتى الباشرة، حتكون مفيدة له يعني. فيها الأساسيات البحث، فيها الفلسفة حق البحث، وفيها structure literature review. ممتاز يا أحمد. طيب ممتاز. رابط القناة تبع النادي ممكن نسلوها الحين. هل structure literature review؟ لا، لما يقول لك structure literature review إيش يقصد فيها يا أبو حميد؟ يقصد فيها أنك أنت إيش يعني structure حقه اللي أنت ماشي عليه. الكريتيك هي جزء من هذا structure خلاص؟ تسلم يا ناصر، تسلم يا حبيبي. طيب يا سلام، نعم الحين. طيب ممتاز. شوف يا أخي، الميثودولوجي هي المنهجية العامة خلاص، وإحنا ما عندنا غير ثلاثة منهجيات. المنهجية الأولى الرقمية ولا النوعية على قولتك، الثانية الكمية، تمام، والحاجة الثالثة المختلطة ميكس اوف بوث خلاص. لما أقول الكوانتيتيف، هذا الكوانتيتيف هي الميثودولوجي حقي. الميثود هي الستبز اللي إحنا نمشي عليها لنحقق الميثودولوجي، اوكي؟ يعني ايش الميثود حقي، ايش الستبز اللي انا مشيت عليها؟ واضح معكم يا جماعه؟ طبعا في ناس يستخدموها انترشينجبلي، فتحصل في اثي كاتب لك ميثودولوجي وبعضهم يكتب لك ميثود. بس كشرح ميثودولوجي هي المنهجيه، هل انت ماشي على منهجيه النوعي الكمي ولا المختلط، المنهجيه العامه. اما الميثود فهي الستبز اللي انت مشيت عليها لتحقق الميثودولوجي. والله اني احب المحاضرات، اذا وصلت عند التقييم اني اخاف منها، لكن يلا ما في مشكله. خارج المحاضره، نعم يا بدر. كيف اطول ليتريتشر ريفيو؟ ممتاز، جميل جدا يا اخي. طيب عملوا محاضره النادي السعودي وتاج موجوده على قناتهم عن الليتريتشر ريفيو، لكن ان جنرال ونخوك اذا تبغى تسوي ليتريتشر ريفيو فانت تراجع الادبيات او الدراسات الموجوده خلاص، بناء على
الدراسات هذه أنت راح تخير وراح تختار طال عمرك من إيش نوع الريفيو اللي راح تستخدمه. هل والله حتخليه سيستماتيك، هل حتخليه انتجريتيف سكوبينج. كل طريقة، كل ميثود حتمشي عليها لها معايير معينة. شوف إيش المعايير الجايد لاينز حقها وامشي عليها. أتمنى أفدتك يا بدر. لا بالعكس، حين نتشرف يا ابونا، وأي شيء ما جاوبناك عليه أم مور ذان هابي أني أجاوبك عليه. أي أحد عنده سؤال يا جماعة أم مور ذان هابي. أتمنى أنها كانت يعني as expected وما كانت ثقيلة عليكم. أبداً نور، أي سؤال there is no stupid questions and there is no right or wrong for questions. أي سؤال لازم عليه إجابة، فنورز يعني. شكراً يا دكتورتنا، يعطيك العافية ومرة شكراً لك ولوقتك، وما شاء الله يعني الأسئلة موجودة ما زالت يعني، فنبغى نعرف إذا في باقي شيء قبل ما نختم ولا. ما هي المحاضرة الأولى التي نحضرها لك تجبرنا على الحضور؟ ما هي المحاضرة الأولى اللي أحضرها لك تجبرنا على الحضور لك؟ الله يسعدك يا حبيبي، نتشرف فيك يا بدر في أي وقت. طيب ممتاز. يلا اللي حاب منكم يتعرف على فلسفة البحث في محاضرة ثانية برضو حتكون على يلا نسوي دعاية من عندك من النادي السعودي، مع النادي السعودي حق دبلن في الأسبوع القادم، بس والله ما نعرف أي يوم حيكون على الفلسفة حق البحث. اللي حاب يعني الفلسفة حق البحث موصلاً ويلكم يعني. أتوقع محاضرة الليترتشر اللي كان يقصدها دكتور بحران اللي على قناة النادي السيستميك ريفيو. نعم موجودة عندكم السيستميك ريفيو، موجودة على قناة النازلة يا دكتورة صح؟ يا موجودة على القناة، موجودة على قناة النادي. نعم ممكن نشوف حسابك في تويتر، المفروض أني حطيت حسابي في تويتر المفروض يعني، بس والله ماني عارف الحين فين. إذا اللي تابع حساب النادي راح يلقى الحساب هناك. أيوة حساب النادي راح يحصل حسابي هناك، لأني والله ما أعرف كيف الحين أكتب حتى. ممتاز يا فاطمة، بالعكس أي شيء نقدر نساعد فيه أمور ذا نهبي. يعطيكم العافية جميعا وشكرا لكم على حضوركم وعلى وقتكم. طبعا زي ما قال بحران يخافوا من التقييم، بس إحنا مرة يفيدنا التقييم وأي شيء قاعدين نقدمه بناء على طلباتكم والتقييم اللي يجينا. فإذا حابين أي شيء عندكم أي استفسار أو حابين أشياء جديدة نقدمها، عندكم أي ملاحظات لو سمحتوا زودونا فيها بالتقييم، وإن شاء الله بإذن الله نساعدكم ونوفرها بإذن الله. وبحران دائما معنا ما يقصر، يعطيه العافية، ونشوفكم إن شاء الله جميعا على خير. يلا بالتوفيق إن شاء الله، وفي مع ألف سلامة. يعطيك العافية، أهلين، مع السلامة.